موضوع تمكين المرأة، تعزيز مشاركة المرأة خاصة والهيئة المحلية، بمعنى دور الهيئات المحلية في التنمية. الهدف الأساسي رفع كفاءة أو تمكين وتعزيز دور المرأة الفلسطينية كعضو في الهيئات المحلية، رفع مكانتها وكفاءتها وتمكينها، وتقريبا خلينا نسميها يعني وصولا إلى درجة المساواة مع الرجل في جميع الأدوار، مسؤوليات والواجبات والحقوق. لا شك أنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا مشروع قائم عليه جمعية المرأة العاملة للتنمية، مشكورة، مهتمة جدا بالتنمية ورفع قدرات الهيئات المحلية. لا شك أنه لازم كلهم شكرا لهم، لأنهم يعني قاموا في أكثر من نشاط، في أكثر من جهد، ومن ثمار هذا المشروع اللي هو رفع قدرات العضوات في الهيئات المحلية في مناطق البلديات والمجالس المحلية كل. حاليا المشروع يتم تنفيذه على مستوى محافظة طول كرم اللي احنا اليوم في المشروع نفسه، في معنا في محافظة نابلس، في معنا في محافظة رام الله، في معنا في محافظة بيت لحم. يعني تقريبا راح يكون في تدريب عدد ممتاز من كل الهيئة المحلية، ممكن يكون في عنا 20 في يعني في كل موقع ممكن يكون في عنا 40 هيئة عضوية من عضوات الهيئات المحلية. لا شك انه راح يكون هذا التدريب مساهم جدا في رفع التنمية المحلية، تحقيق الرفاهية للمواطن، ومشاركة مجتمعية وشفافية ونزاهة ومساءلة، من ثم يكون في عندنا دور شفاف للهيئات المحلية. هاي الدورة بتيجي من ضمن برنامج بتكون في جمعية المرأة العاملة في إطار تعزيز دور المرأة في المجالس المحلية. اليوم احنا عندنا ورشة في موضوع اللامركزية وأهميتها ودورها ودور النساء في تعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الهيئة الحكم المحلي. كل هاي الدورات بمجموعها بتعمل على رفع ثقافة وتوعية النساء بدورهن في المجالس المحلية، على طريق أنه يكون لهم مشاركة حقيقية وفاعلة في القرار في هاي المجالس.